السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. ورسالة النهاردة بتقول ان الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. تعرف معنى رسالتك ايه؟ يعني ربنا اللي فلق الحب من النوى وبيخرج الميت من الحي، هل هو مش قادر انه يعدل لك حياتك في لمح البصر؟ لا والله، حياتك ممكن تنعدل في لمح البصر. اعلم ان ربنا قادر على كل شيء، اعلم ان الله صانع المعجزات، زي ما صنع المعجزات في حياة النبيين والرسل قادر انه يصنع المعجزة في حياتك. ان الصبح لقريب، الصبح في حياتك سيكون قريبا بإذن الله. معلش حبيبي انا كملت بعد الاذان. خلي بالك انا قلت لك ان المعجزة بإذن الله هتكون قريبة في حياتك. تقدير العزيز العليم لك هو النجاح في حياتك، هو الوفرة، هو الاستقرار. جاي لك استقرار في كل شيء بإذن الله. ربنا هيصنع معجزة في حياتك، انت هتتعجب من عطايا ربنا. اعلم ان كل تأخير لك بيكون فيه خيرة لك. كل ما تتأخر عليك الشيء اعلم ان الجاي افضل لك. كل ما تصبر اكتر وتقول الحمد لله، كل ما تلاقي ان المعجزات في حياتك اكتر واكتر. انت منتظر معجزة في شيء، والبشرى لك بقدومها، البشرى لك باذن الله بقدومها. تعرف رسالة ايه اللي جايالك؟ رسالة سورة يوسف. تعرف معنى السورة دي وجمال السورة دي؟ السورة دي بتبدأ بحلم بيحلمه سيدنا يوسف، ولكن بتنتهي بتحقيقه. احلم وفكر انك دايما هتعمل الشيء اللي انت عاوزه، واحلم انك عايش فيه. لو انت عايز تطلع للسماء وترى الكواكب زي ما سيدنا يوسف رآها، تخيلها في الثلث الأخير من الليل، إنك صاعد للكواكب بتحوم في الكواكب وشايف ولامس الكوكب ده وشايف ده وبتشوف ملكوت ربنا. تتخيل بقى إن ده ممكن يتحقق في الواقع؟ هتقولوا لي هيتحقق إزاي؟ بالإسقاط النجمي. يعني لو انت فضلت تتخيل كده كتير، روحك هتصعد في منام وهتحس انه اسقاط نجمي، انت هتحس انه حقيقي، وهترى الكواكب وهترى السماء. زي ما في ناس كتير في القناة قالت لي انا بحلم اني بصعد للسماء، بحلم اني بين الكواكب والنجوم، ده اسقاط نجمي واضح، ده تفاعل من انهم عايزين يشوفوا ملكوت الله. ولو انت عايز تشوف اي حاجة في حياتك، حاول انك تتخيلها على انها واقع حقيقة، ان ما فيش مستحيل في هذا الزمن ولا في الزمن الاخر ولا في الزمن القادم ولا في الزمن اللي راح، ما فيش حاجة اسمها مستحيل. وكمان زي ما بقول لكم ما فيش حاجة اسمها صدفة، كله تقدير العزيز العليم لك. كل رسالة بتجيلك هي مقدرة لك، يمكن لهدايتك ويمكن لهداية الاخرين، يمكن لدلالك على علم معين، ويمكن لعلم للآخرين، إنك تعلمه للآخرين. أنتوا هنا في ناس منكم معلمين روحانيين، بيخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ممكن حتى العلم ده تكون بتعلمه لأولادك، لزوجتك، إنك بتعرفها إيه الصح إيه الغلط، بتهدي بيه أولادك. لو حتى بتقول لطفلك أو طفلتك قوم صلي، ده اسمه إرشاد للنور، ده اسمه هداية للطريق المستقيم. فانت بتأدي رسالتك حتى لو بين اسرتك. لو انت علمت اطفالك يعني ايه يصلوا، يعني ايه يذكروا ربنا، يعني ايه يسبحوا هم لسه اطفال، تعرف ان هيجي زمن
هيجي زمن أطفال مش هتعرف يعني إيه أصلا قرآن كريم، يعني إيه أصلا كتاب الله، يعني إيه الصلاة. وده الزمن القادم اللي الناس أصلا ابتدت تتلاشى وتبتعد عن كتاب الله وتبتعد عن الصلاة، منهم الأبناء ومنهم الأزواج ومنهم يعني ناس كتير حواليك وإنت بتشوف الحاجة دي قدامك. الزمن اللي انتشر فيه الغنى الفاسد والحاجات اللي يعني سبحان الله الواحد مبقاش متخيل ان هي تحصل في هذا الزمن، ولكن هو خلاص زمن الفتن. تخيل شخص انت زيك انت في هذا الزمن، في زمن الفتن، كثر في هذا الزمن كثرة الفساد في كل شيء، وانت شخص بتهدي اطفالك صلي صوم سبح النهاردة حبيبي بعد الصلاة، قول بعد الصلاة إن شاء الله 10 مرات سبحان الله وبحمده، قول أي حاجة. لو أنت بتقول للطفل الحاجة البسيطة لما يكبر هيزودها. علم أطفالك الهداية قبل ما يأتي الزمن اللي الأطفال مش هيعرفوا يعني إيه إن في حاجة اسمها كتاب الله على الأرض. قبل ما ربنا يرفع المصحف، قبل ما ربنا يخلي كل شيء يذكر عليه اسمه على الأرض مرفوع في السماء، هتكون الأرض بيضاء ما فيهاش ذكر لله. وأظن أنتم ملاحظين أن في علامات كتير قربت وعلامات كتير ظهرت، من العلامات الكبرى وإذا ظهر منها علامة واحدة تقرر كالسبحة. خليك من عمال النور على الأرض، خليك من ينشروا دين الله على الأرض، خليك إنسان روحاني زي ما أنت، والروحانيات بتساعدك حتى يحين الأجل. في روحانيات بتساعدك كتير لغاية ما يحين أجلنا، في مساعدة إلهية معانا. ليه؟ لأن إحنا بننشر دين الله على الأرض. اعرف إن العلم الروحاني ده هو علم قيم جدا للشخص اللي بيقيمه، مش لكل شخص عارف ان ده حاجة روحانية وخلاص وبتساعدني، انا عايز مساعدة، انا بقرأ القرآن عشان تساعديني. لا، الكلام ده ما ينفعش. اعرف ان العلم ده ليه مساعدة الهية ربانية من عند الخالق لوحدها. مجرد ما انت بتسعى في قراءة القرآن لله تعالى هي بتساعدك من غير اي حاجة، بتلاقي امورك كده بتتيسر، رايح هنا بتتيسر، جاي من هنا بتتيسر، سبحان الله بيفتح لك ابواب السماء ورسالة لك بفتح باب جديد بإذن الله. الله عليك وعلى الرسالة اللي جت لك، وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، عندك رسالة جميلة. والله والله إني حتى كتاب المصحف قدامي وفجأة الصورة اتقلبت لوحدها وجت لي على الآية وكذلك نجزي المحسنين، يعني جاي لك رسالة بإن ربنا حيجزيك خير الجزاء، أبواب هتفتح ليك بإذن الله لأنك شخص من المحسنين. وسورة يوسف طالما جات لك، إن رب اعرف إن ربنا هيمن عليك بعد العذاب، بعد العذاب اللي تعذبه سيدنا يوسف من إخواته ورموه في البئر، وشاف السجن، قعد في السجن 7 سنين، يعني ده كله ربنا من عليه بكنوز الأرض. واعلم ان الصورة دي لما جات لك ربنا هيمن عليك بخيرات وكنوز الارض، ربنا حيرسل السماء عليك مدرارا لانك شخص تستاهل كل خير، انت شخص من المحسنين. واعرف ان ربنا حيتفضل عليك على العالمين، ربنا هيفضل عليك بفضله وهيجزيك خير الجزاء باذن الله. دايما خليك على الصراط المستقيم. شوف كمان الرسالة اللي جاية لك، وهديناهم إلى صراط المستقيم. ربنا أراد إنه يهديك، أراد إنه يخليك تمشي على الطريق المستقيم. أنت شخص حنون على أطفالك، شخص بتحب الخير لغيرك، شخص بتدعي دعوة وربنا بإذن الله شايل لك الدعوة الجميلة دي لأفضل وقت في حياتك. هتقول يا الله كيف لي إنك عطتني كل العطايا دي بدون مقابل. لا إله إلا الله، لك من الله عطايا وهدايا ومعجزة بإذن الله. ربنا بيبعد عنك القوم الكافرين، القوم الضالين، بيهديك أنت علشان تهدي العالمين. واضح إن ربنا أراد إن يكون لك رسالة في الحياة، إنك تعمل شيء حواليك ينشر النور حواليك وحوالين أسرتك، بيبعد عنك شيء بإذن الله كان بيضرك، ليك نجاة من مكروه،
ليك خروج من طاقات سلبية، أبشر فإن الله يحبك وملائكته تحبك. فإنت معاك دعم إلهي، الله أكبر، ربنا يمن عليك إن شاء الله كما من على سيدنا يوسف ومن قبله من الأنبياء وما بعده من الأنبياء. أنا كده خلصت رسالة حبيب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.